بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر رسالة خطية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. استلمها سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك أثناء استقبال فخامة الرئيس التركي لسموه في القصر الرئاسي. وتتضمن الرسالة تأكيد سمو رئيس الوزراء الموقر اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات القوية وعميقة الجذور مع تركيا، وتقدير سموه للدور المحوري الذي تقوم به تركيا تحت قيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على المستويين الإقليمي والدولي، وتطلع سموه إلى مواصلة العمل لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين تحقيقا للمصالح المشتركة لشعبيهما الصديقين. وخلال اللقاء أشاد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بما يتمتع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من حكمة ورؤية سديدة في التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية، معربا عن خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها المشرفة الداعمة للشرعية في بلاده، وما تليه المملكة من اهتمام بتنمية أواصر التعاون الثنائي بين البلدين على المستويات كافة، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها مزيدا من الرفعة والتقدم. وأكد فخامة الرئيس التركي حرص بلاده على تطوير مجالات التعاون مع مملكة البحرين في شتى القطاعات، منوها بما تشهده المملكة من نهضة وتطور في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من جانبه أشاد سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بما تشهده العلاقات البحرينية التركية من تطور ونماء مستمر في ظل حرص قيادتي وشعبي البلدين على تطوير هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بها بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وأكد سموه حرص مملكة البحرين على توسيع مجالات التعاون مع جمهورية تركيا الصديقة والبناء عليها ارتكازا على ما يربط بين البلدين وقيادتيهما من احترام متبادل وتفاهم مشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.